مبين عليك ابن عائلة، مشان هيك الزام حدودك. اثنيناتنا غلطانين، ومع هيك رح اعتذر منك وقول لك اسف. وشو بفيدنا اعتذارك؟ رح يصلح السيارة؟ روق، نحن كمان انضربت سيارتنا، يعني ما حدا احسن من حدا، فهمان؟ هي شو قصدك بهالحكي؟ انه هلا الحق علي؟ فوق ما انا غلطان، جاي عم تناقش؟ انتبه لكلامك. شو بدك تعمل؟ طولوا بالكم شوي. كلامك صح ومعك حق، ما حدا قال غير هالحكي، بس مثل ما قلت لك من شوي الحق علينا اثنيناتنا. هذا النقاش ما حيوصلنا لنتيجة، لهيك بلا ما نضيع وقت بعض، آسف مرة تانية. وهلا نحن لازم نروح لأنه مستعجلين، ماشي؟ يلا سلام، طلع طلع على السيارة بسرعة يلا. أهلا وسهلا، هلأ كنت رح أتصل فيكن. شو ليش طولتوا كل هالقد؟ بافانا الصبايا تأخروا شوي بالحفلة وبعدين وصلنا دبيكة على بيتها. كيف كانت الحفلة؟ انبسطتي؟ ايه ماما انبسطت. أفني شو بكي؟ ليش زعلاني يا بنتي؟ صاير شي معك؟ ماما أفني اطلعي لفوق بنتي. يلا حبيبتي. لك يلا سافري إلي لي صاير شي مو منيح. مصيبة يا مرت أخي، منيح إني رحت لهونيك لأخذ أفني من الحفلة، وإلا بحياتنا ما كنا رح نعرف الحقيقة. صدقيني. عن شو عم تحكي سافري؟ ما فهمت عليك. مرت أخي صدقيني لساتني مصدومة ومكركبة لهلأ، كله من الشوفة اللي شفتها بهديك الحفلة. ليش شو شفتي هنيك سافري؟ أفني دخلها؟ لا شو أفني؟ أربيتا. أربيتا كانت طالعة من الحفلة مع واحد، أنا شفتهم بعيوني يا بافانا، كانوا عم يمشوا ماسكين إيدين بعض كمان. شو هالحكي اللي عم تقوليه سافري؟ لا تكوني غلطانة ومشبهة عليها. لك صدقيني أنا بعرف بكل شي بيصير بجايبور، بعدين عيوني كتير مناح وبعرف ميز فيهم. أنا شفت أربيتا. شو هالوقت اللي وصلنا له هاد؟ شو صاير للعالم؟ يعني معقول زواجها تحدد وطالعة مع شاب تاني؟ لك يا عيب الشو. بافانا يا ريتك لو كنتي معي، كنتي شفتيها كيف عم تمشي وهي ماسكة ايد الشاب اللي معها. تفه فهميني مرت اخي، يعني بنت مثل هي كيف ممكن نخليها تصير كنتنا؟ لا سافري انا صدقيني ما كذبت عليكي بحرف، كنت بدي صورها مشان يكون عندي دليل، بس ما لحقت صورها. بس مو مشكلة إذا مو مصدق الحكي اللي عم قلك ياه، روحي واتصلي بأربيتا هلأ اسأليها إذا راحت على الحفلة ولا لا. ليش لأعمل هيك سافري؟ أكيد ما عم تكذبي، أنتي بتعتبري أكشي مثل ابنك. أكيد مرت أخي، يعني كيف بدي خلي أكشي يتزوج من هيك بنت؟ أنا من الأول ما كنت موافقة، بس ما حكيت شي لأنه كلكم وافقتوا، وغير هيك أنا ما كان بدي تتفقوا مع أهلها. بس هلأ ما بقى فينا نتجاهل الحقيقة يا مرت أخي. ليكي أنا قلت لك اللي شفته بعيني، بالنهاية أنت بتكوني أمه لأكشي، وهذا البيت كله بيسمع كلمتك. القرار بيرجع لك بافانا، وأنت رح تاخدي القرار الصح، أنا متأكدة. صار لازم روح. ألو افتحي الباب. لا تحكي. ليش جاي هلا؟ شو ما كان فيك تنظر للصبح؟ ما فيني استنى للصبح، اصلا اجيت لهون مشان شوفك، والصبح يمكن اضطر اني اشوفه لابوكي.
عن بابا بهالطريقة؟ شو ما بتخجل من حالك؟ لا، هذا مجالي ومجالي ما فيه خجل. بلا غلاظة. شو هاد؟ ليش مغيرة الأضوية بالغرفة؟ انتبهت إني مغيرته؟ كنت مفكرة إني ما رح انتبه. هيك مفكرة؟ ايه هيك مفكرة. انت صار لك زمان ما حكيتني ولا شفتني. مزبوط، آسفة، كنت قطع وعد على حالي إني ما بقى أحكي معك لو شو ما صار، لهيك ما رح حاكيك هلأ. ايه خلص لا تعصبي، استني. هيك بتروقي؟ سكاكر؟ ايه؟ عطيني، هات عطيني. لا، خلص صرت كبيرة هلأ. حتى لو صار عمري 100 سنة، بدي ضل عم آكل منهم، عطيني. أخ. شو هاد؟ شو صاير لإيدك؟ لا تخافي، مبارح بالشغل وقعت عليا وبكرة بالطيب. وحطيت لها مرهم؟ ما بدها مرهم. بلا بدها، كيف ما بدها؟ عود لشوف. طيب ماشي، خليك قاعد، رح جيب معقم ومرهم. لا تتحرك. أفني صدقيني ما في داعي. إجا أبهاس. ماما ما في داعي للزعل، يعني أبهاس قالك إنه الحق مو عليه، هداك الزلمة كنتي هو موجودة؟ بس ماما أنا كنت موجود، صدقيني هي بس الحقيقة. أنا ما بصدقك لو شو ما حكيت معي. كنت وعدني إنك تجي تاني يوم، بس ما بقى شفت وشك أبداً، صار لك شهور ما زرتنا. معقول مانك مشتاق لي؟ شو هالعيشة يلي عايشة؟ صار لك شهور ما إجيت لهون، معقول ما فيك تختار غير هذا الشغل؟ يا أمي كل حد عنده اهتمامه، وأنا بحب شغلي كتير، ما فيني بعد عنه أبداً. ما حدا عم يفكر بالمجتمع، وإذا بدنا نغيره لازم الشباب يتقدموا شوي وننسى المصالح الشخصية ونشتغل مشان البلد. بس أنت ما عم تتعلم، قلت لك أكتر من مرة لا بقى تعمل مشاكل وتتخانق مع العالم، وليكك ضارب إيدك اليوم، إمتى بدك تفهم بقى؟ ماما صدقيني ما عاد عملت مشاكل. أنت بحياتك ما عملت مشكلة؟ المشاكل بتجي لحالها لعندك وبتحركش فيك. ما بهالشي معك حق، بحب جيب المشاكل لحالي، لهيك جيت لهون وعرفان إنه أبي بالبيت، ومع هيك أنا أجيت. أنا هلأ لازم روح، منحكي. اسكت، ما في إلك روحة، نحن صلنا شهور ما شفنا وشك، بدك تجي 5 دقايق وتختفي؟ فهمنا الشغل مهم بالنسبة إلك وبالنسبة إلي، أهم شي عندي هو عيلتي وأولادي. أنت يمكن ما بتعرف لما تمرق فترة طويلة وما أشوفك بصير. خلاص اسكت، يلا اجيت لتشوفنا بعد كل هالغيبة، وهلأ صار بدك تروح وعود لشوف، رايح أحضر لك أكل. أكل برا مو هيك؟ مو مشكلة، ناموا هلأ. صحي لما تفيق البيس كنزك مطويل يا ابني، ما بدي أبوك يشوف إيديك بهاي الحالة، ولو سمحت خليك هادي وحافظ على أدبك قدام أبوك. بكرة بدنا ناخد قرار مهم كتير، ما بدي اياك تتخانق مع ابوك حتى لو صار يسمعك حكي قاسي، عم تفهم؟ حاضر ماما، انا بامرك.